بنكمل ما بدأناه في الشابتر ده، وبنكمل من أول صفحة 69 في الكتاب. هلاقي في عندي تيبل 4.7، صفحة 69 في الكتاب. هنكمل دلوقتي ونشوف لما بيحصل تغيرات في العرض أو بيحصل تغيرات في الطلب، إيه بيكون التأثير على الإكليبريم برايس وعلى الإكليبريم كوانتيتي، وإزاي نوضح الموضوع ده بيانيا. فهنا في التيبل 4.7 بيقول لي 3 ستيب، في عندي 3 ستيبس، 3 خطوات عشان اعمل analyzing لل changes in equilibrium. ماشي، يعني انا دلوقتي هبدأ اعمل 3 خطوات اعرف بيهم التغير اللي هيحصل في الإكليبريوم ده هيتم ازاي وايه هيكون اثره. فاول حاجة بيقول لي decide whether the event shift the supply curve or demand curve. اول حاجة احدد الحدث اللي حصل ده هيأثر في السبلاي كيرف ولا هيأثر في الديماند كيرف. يعني على سبيل المثال لو انا بقول دلوقتي بسبب الكورونا فيروس ايه اللي هيحصل للإكوليبريم برايس والإكوليبريم كوانتيتي للكمامات الطبية مثلا، ففي حدث حصل اللي هو الكورونا فيروس، عشان ابدا اعرف ايه اللي هيحصل للإكوليبريم بتاع الطلب والعرض على الكمامات لازم احدد الاول الحدث ده هيأثر على العرض ولا هيأثر على الطلب. فأكيد طبعا الموضوع ده هيأثر على الطلب، إن الطلب على الكمامات الطبية هيزيد. تمام، فيبقى أنا عرفت دلوقتي الطلب هو اللي هيزيد بينما العرض هيفضل ثابت. فممكن بعض الأحداث تؤثر على السبلاي كيرف، بعض الأحداث التانية ممكن إن هي تؤثر على الديماند كيرف، or perhaps both، أو ممكن تأثر على الاثنين، على السبلاي وعلى الديماند. النقطة الثانية بيقول لي decide which direction the curve shifts، أحدد إيه اتجاه انتقال المنحنى. يعني لو الديماند كيرف أو السبلاي كيرف هو اللي هيتغير، وات ايفر بقى، هيتحرك ناحية اليمين ولا هيتحرك ناحية الشمال؟ طبعا احنا درسنا قبل كده إن المنحنى بيتحرك ناحية اليمين في حالة الزيادة، يعني لما بيحصل عندي زيادة في الطلب المنحنى بيتنقل ايه؟ ناحية اليمين، ولما بيحصل انخفاض في الطلب المنحنى بيتنقل ايه؟ ناحية الشمال. تمام كده؟ وزي ما هنشوف دلوقتي. النقطة الثالثة use the supply and demand diagram، استخدم الشكل اللي فيه منحنى الطلب والعرض to see how the shift changes the equilibrium، عشان اعرف التغير ده هيأثر في الإكوليبريوم ازاي. تمام كده، فيبقى انا عندي 3 خطوات اهو بستخدمهم عشان اعرف ايه التشينج اللي هيحصل في الايه، في الإكوليبريوم. مثال على كده طبعا بيقول لي to summarize، عشان الخلاصة a shift in the supply curve is called a change in supply. لما بيحصل shift في السبلاي كيرف ده اسمه change in supply، يعني تغير في العرض، يعني منحنى العرض كله اتغير لانه طبعا اتنقل لا ناحية اليمين او ناحية الشمال. وزي ما اتفقنا قبل كده ان انتقال المنحنى ناحية اليمين ده معناه زيادة، وانتقال المنحنى ناحية اليسار ده معناه ايه؟ معناه انخفاض. فانتقال منحنى الطلب ايضا and a shift in the demand curve، لما بنقل منحنى الطلب is called change in demand، ده معناه ايه؟ ان منحنى الطلب لما بيتنقل او بيتغير من موقعه ده اسمه تغير في الطلب، بينما لما بيتغير السعر ده اسمها movement along the curve زي ما اتفقنا قبل كده. فهيديني example، مثال، المثال ده موجود في صفحة 70، مثال موجود في كتابنا صفحة 70، بيقول لي a change in supply suppose that during another summer an earthquake destroys several ice cream factories. بفرض ان في احد فصول الصيف حصل زلزال، earthquake يعني زلزال، والزلزال ده destroys دمر معظم مصانع الايس كريم. تمام كده،
How does this event affect the market for ice cream? ازاي الحدث ده هيأثر في سوق الايس كريم؟ تمام كده؟ لازم احدد الثلاث حاجات اللي عندي فوق دول. اول حاجة الحدث اللي حصل ده هيأثر في السبلاي ولا في الديماند؟ هنزل تحت كده هبص الاقي ان الايرث كويك عمل ايه؟ دمر مصانع الايس كريم، وبالتالي هو اثر في العرض. اثر في العرض ازاي؟ ان هو لما الايرث كويك ده دمر مصانع الايس كريم، فبيقول لي ذا ايرث كويك افكت ذا سبلاي كير، الزلزال اثر فين؟ في السبلاي كير، باي ريديوسينج ذا نمبر اوف سيلرز، عن طريق ان هو ايه؟ قلل عدد الايه؟ البائعين. يعني ان السبلاي كيرف المفروض دلوقتي يتنقل ناحيه الايه؟ هيقل، يعني يتنقل ناحيه ايه؟ يتنقل ناحيه الشمال. فهلاقي الشكل هنا اهو، ده طبعا منحنى الديماند كيرف، بلاقيه سلوب داون ديماند كيرف. يعني ايه سلوب داون ديماند كيرف؟ يعني منحنى منحدر لاسفل عشان يعكس النيجاتيف اسوسيشن او الارتباط السلبي ما بين سعر السلعه وما بين كمية بتاعت السلعة. بمعنى ان لما بيرتفع سعر السلعة بتنخفض الايه؟ بتنخفض الكمية، والعكس لما بيقل سعر السلعة بتزيد الكمية. طيب وده السبلاي كيرف الاولاني اللي هو الاس 1 ده، ده السبلاي كيرف الاولاني قبل ما يحصل الايرثكويك او قبل ما يحصل الزلزال. اللي حصل ان في عندي هنا نقطة الاكليبريم اهو. هنفترض مثلا ان كمية الايس كريم هنا كانت 7 وان سعر الايس كريم هنا كان 2. اللي هيحصل ان انا لما يحصل ايرث كويك والمصانع تتدمر، ايه منحنى السبلاي كيرف هيتنقل للمنحنى اللي عندي ده اللي هو المنحنى ايه؟ اس 2. تمام؟ فتتنقل الاكليبريوم للنقطة دي. طيب ايه الفرق بقى ما بين النقطة دي والنقطة دي؟ ان الكوانتيتي عندي قلت، الكوانتيتي عندي قلت والبرايس عندي ايه؟ زاد. الكوانتيتي قلت والبرايس ايه؟ والبرايس زاد. تمام كده؟ فهلاقي الفيجر هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي هاو ا ديكريز ان سبلاي، ازاي انخفاض السبلاي افكتس، بيؤثر في الاكليبريم. اثر في الاكليبريم ازاي؟ بحاجتين، الكوانتيتي قلت والبرايس ايه اللي جرى له؟ والبرايس زاد. يبقى لما بيحصل ديكريز في السبلاي، لما بيحصل ديكريز في السبلاي هيتأثر الإكليبريم ازاي؟ بلاقي ان الكمية قلت والسعر ايه اللي جراله؟ زاد. الكمية قلت والسعر اللي جراله ايه؟ زاد. طيب هنا مثلا في الشكل اللي جاي بيقول لي شيفت ان بوث سبلاي اند ديماند، السبلاي والديماند هيتغيروا. طيب لو انا عندي ان حصل انكريز ان ديماند، يعني الطلب هنا كان دي واحد زاد بقى ايه؟ بقى دي اتنين، والسبلاي كان اس واحد قل بقى ايه؟ بقى اس اتنين. هنا بتحدد نقطتين اكليبريم، نقطة الاكليبريم الاولانية اللي ما بين اس واحد ودي واحد، نقطة الاكليبريم الاولانية اللي ما بين اس واحد ودي واحد، ونقطة الاكليبريم التانية اللي ما بين اس اتنين ودي اتنين، وبتبدأ عند كل نقطة تحدد السعر والكمية وتشوف التغيرات اللي حصلت. تمام؟ فبلاقي هنا إن نقطة التوازن الأولانية كانت عندي كيو واحد، ونقطة التوازن الثانية عندي كيو اتنين، فالكوانتيتي اللي جرى لها زادت. والبرايس كان عند بي واحد وبعدين عند بي اتنين، يعني البرايس هو كمان إيه؟ زاد. طب لو أنا حبيت أحلل اللي حصل، هلاقي إن زيادة الديماند، دايماً زيادة الديماند يعني زيادة الكمية التوازنية. لما بيزيد الطلب بتزيد الكمية التوازنية. تمام كده؟ فدي حاجة متوقعة لزيادة الايه؟ لزيادة الكمية. طيب، زيادة الديماند برضو تؤدي إلى ارتفاع الايه؟ إلى ارتفاع السعر. تمام؟ أي حاجة الطلب عليها بيزيد تؤدي إلى زيادة الايه؟ السعر بتاعها. في نفس الوقت حركة السبلاي، لما انخفض السبلاي من اس 1 راح لاس 2، طب أنا عرفت منين إن هو انخفض؟ ما انا قلت قبل كده لما منحنى السبلاي يتنقل ناحيه الشمال فده معناه ان في عندي ديكريز في السبلاي او في ريدكشن في السبلاي.
فبلاقي ان السبلاي هنا قل بالمقدار ده. طبعا انا عارف ان انخفاض السبلاي ده بيؤدي الى ارتفاع برضه الايه؟ يؤدي الى ارتفاع السعر. هنا طبعا برضه في صفحه 73 هنا مثال تاني، هلاقي ان السبلاي اللي جرى له؟ هلاقي ان السبلاي انخفض بالشكل ده، ولا ان الديماند زاد بالشكل ده، ولا ان في اثر هنا على الكوانتيتي وعلى البرايس. ان الاكليبريم كوانتيتي الاولانيه كانت في النقطه دي اهي عند كيو 1، دلوقتي اتنقلت لفين؟ النقطه دي عند ايه؟ عند كيو 2. تمام، فيعني الكميه انخفضت. طيب بالنسبه للسعر، السعر كان عند بي 1 دلوقتي عند بي 2، يعني السعر اللي جرى له يعني السعر زاد. تيبل 4.8 او الجدول 4.8 اللي موجود في صفحة 74 ده بيوضح لي او بيلخص لي اللي بيحصل للإكليبريم كوانتيتي والإكليبريم برايس لما بيتغير الديماند والسبلاي. فهنا هيقول لي نو تشينج ان ديماند، وهنا بيقول لي نو تشينج ان سبلاي، فطبعا بيقول لي البرايس ذا سيم والكوانتيتي ذا سيم، يعني مفيش تغير لا في العرض ولا في الطلب، فبالتالي السعر والكميه هيفضلوا على حالهم. طيب لو مفيش تغير في الطلب وحصل انكريس في السبلاي، يعني العرض بتاع السلعه زاد، فاكيد لما عرض السلعه هيزيد سعرها ايه اللي هيجرى له؟ هيقل. اي حاجه بتتوفر كميات كبيره سعرها بيقل، واكيد الكميه المتوفره منها ايه اللي هيجرى لها؟ هتزيد. طب لو حصل ديكريس في السبلاي هيحصل العكس، هلاقي ان السعر يزيد والكميه تقل. طيب لو حصل عندي ديكريس ان ديماند، تمام كده، مثلا هنا ديكريس ان ديماند وما حصلش تغير في السبلاي، فلما بينخفض الطلب على السلعه اكيد الكميه اللي بيجرى لها بتقل، وبرده السعر اللي بيجرى له السعر بيقل، وهكذا في بقيه الحالات. هنبدا دلوقتي نتكلم عن شابتر 5، وفي شابتر 5 احنا هنبدا نتكلم عن الالاستيسيتي. الالاستيسيتي يعني المرونه، المرونه يعني استجابه الكميه المطلوبه للتغير في احد محددات. فهنبدا الاول بمجموعه من الديفينيشنز. الديفينيشن الاول اللي عندي الالاستيسيتي او المرونه، تعريف بيقول ايه؟ بيقول لي a measure، هي مقياس of the responsiveness. responsiveness اللي هي الاستجابه، او السنسيتيفنس اللي هي الحساسيه، of quantity demanded استجابه الكميه المطلوبه، or quantity supplied او الكميه المعروضه to one لاحد of its determinants، لاحد محدداتها. يعني المرونه هي استجابه الكميه المطلوبه او الكميه المعروضه لاحد محدداتها. طبعا هيبقى عندنا انواع مرونه كتيره، منها مرونات خاصه بالطلب ومنها مرونات خاصه بالعرض، تمام كده. طيب هنيجي نتكلم عن البرايس الاستيستي اوف ديماند. برايس الاستيستي اوف ديماند يعني المرونه السعريه للطلب، المرونه السعريه للطلب. ايه هي المرونة السعرية للطلب؟ بيقول لي a measure، مقياس of how much the quantity demanded، مقياس لاستجابة الكمية المطلوبة، of a good response to لل change in price، للتغير في السلعة. يبقى استجابة الكمية المطلوبة للتغير فين؟ في سعر السلعة. استجابة الكمية المطلوبة للتغير في سعر السلعة. ايه قصة البرايس الاستيستي اوف ديماند؟ دلوقتي مثلا لو انا نازل اشتري تفاح ونازل اشتري دواء للصداع، ممكن ان انا لو لقيت ان سعر دواء الصداع ارتفع هشتري برضو الدواء، يعني مش هيبقى في اي استجابه للكميه اللي انا ناوي اشتريها. ليه؟ لان دواء الصداع بالنسبه لي حاجه ارجنت جدا وحاجه مهمه جدا جدا جدا. ولكن ربما ان لو ارتفع سعر التفاح وانا يعني الى حد ما الفلوس اللي معايا مش كتيره كفايه، ممكن انصرف وما اشتريش التفاح ده. فيبقى هنا استجابتي
لارتفاع الأسعار بيختلف من سلعة لسلعة تانية. بيختلف من سلعة لإيه؟ لسلعة تانية. الاختلاف ده هو اللي بتقيسه المرونة السعرية للطلب. ده اللي بيقيسه الإيه؟ المرونة السعرية للطلب. إن هي بتقيس إيه؟ بتقيس الريسبونسيفنس أو استجابة الكمية المطلوبة للتغير مثلا في أحد محدداتها ليكن السعر. تمام؟ فبيقول لي هنا كومبيوتد از، بتتحسب الاستجابة ديت على إنها البرسنتيج تشينج إن كوانتيتي ديماندد. البرسنتيج تشينج إن كوانتيتي ديماندد يعني التغير النسبي في الكمية المطلوبة. التغير النسبي في الكمية المطلوبة divided by مقسوم على البرسنتيج تشينج ان برايس او التغير النسبي فين؟ في الكمية المعروضة. تمام؟ الديفينيشن الثاني اللي عندي اللي هو التوتال ريفينيو، الإيراد الكلي. توتال ريفينيو يعني الإيراد الكلي. ده برضه هنستخدمه في درس المرونات. والإيراد الكلي ده بيعني حصيلة الأموال اللي تلقتها الشركة نتيجة بيع منتجاتها، بالبلدي كده يعني. يعني إيه؟ يعني the amount، المبلغ paid by buyers، ده المبلغ اللي دفعوه مين؟ البايرز. البايرز اللي هم المشترين. and received by sellers، واللي استلموا البائعين لسلعة معينة. computed as، بيتحسب إزاي بقى؟ سعر السلعة times the quantity sold. سعر السلعة تايمز هنا يعني مضروب في الكمية المباعة. يعني لو كانت السلعة دي مثلا بجنيه، سعر السلعة جنيه، وانا بعت منها 10 وحدات، يبقى اذا اضرب الجنيه في ال10 وحدات يديني 10 جنيه. ده كده الايراد الكلي، ده اللي دفعه البايرز وده اللي استلمه الايه؟ السيلرز. نوع تاني من المرونات اسمه الانكم الاستيستي اوف ديماند. income elasticity of demand أو المرونة الداخلية للسلعة. المرونة الداخلية، داخلية جاية من دخل، جاية من income للسلعة. بتقيس ايه المرونة الداخلية دي؟ وانس ان انا دخلي زاد اكيد طلبي على السلع هيتغير. بعض السلع طلبي عليها هيزيد، دي بنسميها النورمال جودز زي ما اتفقنا قبل كده. نورمال جودز اللي هي السلع العاديه، زي مثلا لتكن الايس كريم، اللحمه، الفراخ، العصير، اي حاجه طلبي عليها هيزيد نتيجه زياده الدخل. وفي سلع تانية بنسميها الانفيريور جود. الانفيريور جود زي ما خدنا في شابتر 3 قبل كده، في شابتر 4 اسف قبل كده، دي بنسميها السلع الرديئه. ايه هي السلع الرديئه؟ دي السلع اللي انا بشتريها عشان مش معايا فلوس، فبالتالي لما دخلي يزيد طلبي على السلعة دي اللي يجرى له يقل. لما دخلي يزيد طلبي على السلعة دي اللي يجرى له يقل. فبيقول لي هنا الـ income elasticity of demand، المرونة الداخلية للطلب ديت a measure، دي مقياس of how much the quantity demanded of a good، لكيف تستجيب الكمية المطلوبة من السلعة. response ديت يعني تستجيب to change in consumer income، للتغير في ايه؟ في دخل المستهلك. للتغير في ايه يا جماعة؟ للتغير في دخل المستهلك. computed as، ودي بتتحسب كالآتي: as the percentage change in quantity، التغير اللي بيحصل في quantity demanded divided by the percentage change in income. يعني بتتحسب على انها التغير النسبي في الكمية المطلوبة مقسوم على التغير النسبي في الدخل. التغير النسبي في الكمية المطلوبة مقسوم على ايه؟ على التغير النسبي في الدخل. عندي بعد كده النوع الثالث من مرونات الطلب اللي هي الكروس برايس الاستيستي اوف ديماند. كروس برايس الاستيستي اوف ديماند يعني مرونة التقاطع أو المرونة التبادلية للطلب. Cross price elasticity of demand، مرونة التقاطع أو المرونة التبادلية للطلب. إيه الفكرة من وراء المرونة التبادلية للطلب؟ قد لا يتغير
سعر السلع، يعني مثلا سعر العربيات ما يتغيرش، سعر العربيات ما يتغيرش، ولكن تتغير سعر سلعة تانية، ليكن مثلا سعر البنزين، يرتفع سعر البنزين ولاقي ان الطلب على العربيات انخفض على الرغم من ان سعرها ما اتغيرش. طب انخفض الطلب ليه؟ عشان لما سعر البنزين ارتفع بقت ركوب العربيات بقى مكلف بالنسبة للناس، فالناس انصرفت عن شراء العربيات. فيبقى اذا دلوقتي الطلب على العربيات تأثر بتغير سعر الايه؟ سعر البنزين. هنا نقدر ان احنا نقيس استجابة الطلب بتاع العربيات للتغير في سعر البنزين عن طريق استخدام الايه؟ الكروس برايس الاستيستي اوف ديماند. مثال تاني على كده، قد يرتفع سعر البن فالناس تبطل تشتري بن وتبدأ تشرب شاي، فيزيد الطلب على الشاي نتيجة ارتفاع سعر البن، يزيد الطلب على الشاي نتيجة ارتفاع سعر الايه؟ سعر البن. ده اسمه الكروس برايس الاستيستي اوف ديماند، بنقيسه، نقيس الاستجابة دي بالكروس برايس الاستيستي اوف ديماند. مثال تالت، قد يرتفع سعر السكر فالناس تبطل تشرب شاي على الرغم من ان سعر الشاي نفسه ما اتغيرش، فده اسمه برضو ايه؟ ده بنقيسه بالكروس برايس الاستيستي اوف ديماند. ليه يا جماعه؟ لان زي ما خدنا قبل كده في شابتر 4، في بعض السلع بتبقى كومبليمنتس لبعضها، يعني مكمله لبعضها، زي مثلا الشاي والسكر، زي العربيه والبنزين، وفي بعض السلع التانية بنسميها سبستيتيوتس، يعني بدايل. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الشاي والقهوه، زي اللحمه والفراخ، سلع كتيرة جدا ممكن ان احنا نعتبرها بدايل، زي الامثلة اللي احنا خدناها في شابتر 4. فتعريف الكروس برايس الاستيستي اوف ديماند او مرونة التقاطع او المرونة التبادلية للطلب، دي بيقول لي ايه بقى؟ ميجر، ميجر يعني مقياس of how much the quantity demanded of one good، ازاي الكمية المطلوبة من سلعة معينة، ازاي الكمية المطلوبة من سلعة معينة. ريسبونس تستجيب، تو تشينج للتغير، بتستجيب للتغير، ان ذا برايس اوف انذر جود، للبرايس بتاع ايه بقى؟ انذر جود، انذر جود يعني سلعة تانية، تمام؟ ازاي الكمية المطلوبة من احدى السلع بتستجيب للتغير اللي بيحصل فين؟ في سلعة اخرى او سعر سلعة اخرى. computed as، وده بيتحسب as a percentage change in quantity demanded، بيتحسب عن طريق ان انا بقسم التغير النسبي في الكمية المطلوبة على بتاع اول سلعة، طبعا اقسمه على ايه بقى؟ على السعر، او percentage change in the price of the second good، ان انا اقسمه على التغير النسبي في سعر ايه؟ السلعة التانية. يبقى انا في الكروس برايس الاستيستي اوف ديماند، او في المرونه التبادليه للطلب او مرونه التقاطع، انا باجي وبحسبها عن طريق ان انا اقسم التغير النسبي في الكميه المطلوبه من السلعه الاولانيه على التغير النسبي في سعر السلعه الثانيه. تمام كده؟ التعريف اللي بعد كده اللي هو البرايس الاستيستي اوف سبلاي، برايس الاستيستي اوف سبلاي يعني مرونه العرض السعري، هو تقريبا التعريف بتاعها واحد، مرونه العرض السعريه زي مرونه الطلب السعريه بالظبط، بس كلمه هنا بدل ما كلمه ديماندد فوق اهي، اسف اهي، كوانتيتي ديماندد بقت ايه؟ بقت كوانتيتي سبلاي. ليه بقى؟ لان برضو مرونة العرض السعرية هي بتقيس استجابة الكمية المعروضة، بدل الكمية المطلوبة بقت الكمية الايه؟ المعروضة، للتغير اللي بيحصل في السعر، للتغير اللي بيحصل ايه؟ في السعر. فيقول لي هنا a measure هي مقياس of how much the quantity supplied، ازاي الكمية المعروضة of a good لسلعة، response، response يعني تستجيب،
to change in the price of that good، للتغير فين؟ في سعر السلعة دي. وطبعا بتتحسب بنفس القانون computed as the percentage change in quantity supplied، التغير النسبي في الكمية المعروضة يتقسم على ال percentage change in price، percentage change in price. طيب هنروح لصفحة 80 ونبدأ نشوف determinants of the price elasticity of demand، ماشي، او محددات المرونة السعرية للايه؟ للطلب. determinants او اللي هي المحددات المرونة السعرية للطلب. اول محدد عندي بيقول لي necessities يعني الضروريات versus يعني مقارنة به luxurious اللي هي الكمالية. يعني ايه يا جماعة؟ يعني هل السلعة دي ضرورية ام كمالية؟ هل السلعة دي ضرورية ام كمالية؟ نرجع للمثال اللي انا قلته في اول المحاضرة اللي هو المثال بتاع التفاح وبتاع دواء الصداع. ان انا كنت نازل هشتري حاجتين، التفاح وهشتري دواء للصداع، لقيت ان السلعتين سعرهم غلي، تتوقعوا ان انا هشتري ايه ومش هشتري ايه؟ او ان انا هستجيب لارتفاع السعر بتاع اي سلعة؟ هلاقي ان السلعة الضرورية اللي هي دواء الصداع انا مش هستجيب لتغير السعر، وبالتالي انا هشتري السلعة دي، وبالتالي المرونة هنا هتساوي صفر، يعني مفيش اي استجابة. ليه؟ لان السلعة ديت ايه؟ necessities. فهنا بيقول لي ان necessities او الضروريات tend to have inelastic demand، السلعة الضرورية بيكون لها ايه؟ inelastic. inelastic يعني عديم المرونة، يعني الطلب بتاعها بيكون ايه؟ بيكون عديم المرونة. يعني ايه عديم المرونة؟ يعني الطلب لا يستجيب للتغير في السعر. دواء الصداع لو غلي هشتريه، لو رخص هشتريه برضو وبنفس الكمية. مش معنى ان دواء الصداع يرخص ان انا اشتري منه كميات كبيرة واخد دواء عمال على بطال، ومش معنى ان دواء الصداع يغلى ان انا مش هشتريه. فيبقى هنا دلوقتي ان دواء الصداع ده بيكون له inelastic demand او tend to have inelastic demand. تمام كده؟ يبقى necessities الضروريات او السلع الضرورية بيكون لها ايه؟ inelastic demand. الضروريات لها ايه؟ inelastic demand. طب السلعة الكمالية luxurious good، فبيقول لي whereas luxurious have elastic demand، luxurious have ايه؟ elastic demand. تمام كده؟ فالسلع الكمالية بيكون لها elastic demand. يعني ايه elastic demand؟ يعني طلب مرن. طلب مرن يعني ايه؟ يعني ان انا بسهولة اول ما سعر السلعة دي يغلى ممكن ان انا ايه؟ ان انا استغنى عنها بمنتهى السهولة. فيبقى الطلب هنا elastic، طلب بيستجيب. المحدد الثاني لمرونة الطلب او another determinants of price elasticity of demand بيكون availability of close substitutes. availability of close substitutes يعني availability هنا يعني كلمة اتاحة، close substitutes يعني البدائل الكاملة، يعني اتاحة البدائل الكاملة للسلعة. يعني ايه اتاحة البدائل الكاملة للسلعة؟ فرضنا ان انا نازل اشتري تفاح، المثال اللي انا قلته، والله لو التفاح غلي ممكن اشتري اي نوع تاني من الفاكهة، لان التفاح له بدائل كتير بنسميها ايه؟ close substitutes. تمام كده؟ والله لما التفاح سعره هيغلى انا ممكن اشتري مثلا اي نوع تاني من الفاكهة، اللي تكون مثلا كمثرى، اللي يكون برقوق، اللي يكون ايا كان. فطالما ان السلعة ليها بدايل هلاقي ان الطلب عليها مرن، واي ارتفاع للسعر هيقابله انخفاض في الكمية او انخفاض كبير في الكمية. ليه؟ لان الناس هتنصرف عن السلعة دي وتروح لايه؟ لبدايلها. مثلا نوع معين من المياه المعدنية غلي مش هشتريه، هشتري الانواع التانية.
نوع معين من المياه الغازية غلي، مش هشتريه، هشتري الأنواع التانية. نوع معين من الفاكهة غلي، مش هشتريه، هشتري الأنواع التانية من الفاكهة. فإذا السلع اللي بيكون ليها close substitutes ديت بيكون ليها إيه؟ بيكون ليها elastic demand. فهنا بيقول لي goods with close substitutes، سلع اللي ليها close substitutes tend to have more elastic demand. دي بيكون ليها ايه؟ more elastic demand، بيكون ليها طلب مرن. المحدد الثالث التايم بيريود، الفترة الزمنية. المحدد الثالث اللي هو الايه؟ الفترة الزمنية. ايه هي الفترة الزمنية وازاي بتأثر في الطلب؟ ربما ان ارتفاع سعر البنزين يخليني ان انا في الشورت ران او في الفترة القصيرة مش قادر استغنى عن العربية ولا قادر استغنى عن البنزين. المسافة ما بين بيتي وما بين شغلي كبيرة، وبالتالي انا كده كده لازم اركب العربية فهستهلك نفس كمية البنزين. ده في الشورت ران. لكن في اللونج ران، في الفترة الطويلة من الزمن، انا ممكن استغنى عن البنزين او اقلل استهلاكي من البنزين بعدة طرق. اول طريقة ان انا ابيع بيتي اللي بعيد عن الشغل واشتري بيت تاني قريب من الشغل، او ان انا احول عربيتي من بنزين لغاز، تمام، او ان انا ابيع العربية الكبيرة واشتري عربية تانية صغيرة، او اشتري موتوسيكل اروح بيه الشغل، فبقى انا كده وفرت ايه؟ وفرت في البنزين وقللت طلبي على البنزين. بس كل البدائل دي محتاجة ايه؟ محتاجة وقت طويل. فبيقول لي جودز، سلع tend to have more elastic demand، السلع بيكون ليها مرونة كبيرة أو مرونتها بتزيد over longer time horizon مع المدى الطويل. يعني كل ما زادت الفترة الزمنية كل ما بتزيد إيه؟ مرونة السلعة بتاعتك.